في ملاحظة صغيرة قبل ما اتكلم فيها. يعشق المصريين والعرب بشكل عام أن يروا الآخرين في ورطة، وهذا الأمر شفته من متابعة العالم العربي والمصريين لما يحدث في تكساس. في كده حالة تشفي حلوة، اللي ايه ده؟ معقولة هيحاربوا بعض؟ تكساس هتبقى جمهورية لوحدها؟ ادي يا عم الامريكان، ادي يا عم هتتهد على دماغهم، مش عارف ايه، ده موضوع اللاجئين، ده موضوع المهاجرين، ده. فطبعا فجأة حصل توحد عربي مصري مع الاحداث اللي في تكساس ومتابعة قوية لما يحدث هناك. ايه الحكاية في تكساس؟ ايه المشكلة في تكساس؟ تكساس دي طبعا هي من اغنى الولايات اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية، هي برميل النفط، هي انبوب الغاز، هي من اضخم الولايات اللي موجودة، ولاية زراعية كبيرة، ولكن قدرها انها على الحدود، ولذلك يأتي المهاجرين ليها بأعداد كبيرة. نتحدث من اكتوبر اللي فات لغاية النهاردة اكتر من 700 الف مهاجر. شايفين الرقم عامل ازاي؟ 700 الف. في مشكلة في تكساس. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ الاستاذة ريتا سليمان مراسلة قناة العربية في واشنطن، اهلا بيك يا فندم. استاذة ريتا، ايه اللي يعني ايه التريجر، ايه الشرارة اللي حصلت في تكساس، ايه المشكلة؟ اولا المشهد متوتر جدا في تكساس. هناك مخاوف من اندلاع حرب اهلية في الولايات المتحدة بسبب ما يحصل الان في تكساس. خلفية القصة، تم ارسال قوات من الحرس الوطني من عدة ولايات جمهورية، تم إرسالهم إلى ولاية تكساس طبعا بتحدي لإدارة الرئيس جو بايدن وأيضا القوات الفيدرالية. بدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون، نحن نتحدث عن حوالي 25 ولاية، أي نصف الولايات الأمريكية تقريبا، بإرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. طبعا مع تصاعد التوترات بين جريج أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن. هناك قرار من المحكمة العليا صدر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، ألغى أمر قضائي من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت. يوم الخميس تعهد إذن الحكام الجمهوريون بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصفه أبوت نفسه بأنه غزو المهاجرين لولايته. طيب. طبعا هذه الخطوة تأتي استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون للتعاون معا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية، وطبعا هي تحدي للرئيس بايدن نفسه، لأن هذه القضية هي قضية شائكة ومن أهم القضايا التي تبحثها هذه الانتخابات. أختي ريتا، حضرتك قلت لنا أنه هي على شفا حرب أهلية، هي الحرب هتكون بين مين ومين؟ يعني الحرب دي أطرافها، فهمنا أن في طرف تكساس اللي هي مش عايزة مهاجرين، وهي لن تزيل الأسلاك الشائكة، بل يوم لقيناهم بيحطوا أسلاك شائكة أكثر وأكثر، فهي الحرب دي هتبقى بين مين ومين؟ طبعا بين حرس الحدود من تكساس والولايات التي تدعمها والقوات الفيدرالية، أي التابعة للحكومة الفيدرالية التابعة لواشنطن العاصمة للحكومة الأمريكية. هذا التشنج والتوتر سببه من المشهد السريالي إذا ما صح التعبير الذي يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي. أهالي تكساس يدعون قيادتهم وسلطتهم بعدم تنفيذ الأوامر الفيدرالية للدفاع عن نفسه، حتى وصل هناك الأمر من البعض على منصة أكس مثلا للدعوة لاستقلال تكساس عن الولايات المتحدة نفسها. طبعا الأمور قد لا تذهب إلى هذا المنحى،
هناك توتر في الجو، ولكن هذه لأول مرة نسمع هكذا طروحات على أو نراها على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا مشهد غير مألوف تماما في الولايات المتحدة، خاصة أن وضع تكساس الآن مختلف عن السابق. كما ذكرت حضرتك بأن تكساس هي مخزن النفط في الولايات المتحدة، إذن هي ولاية مقتدرة ماديا، خاصة بعد كوفيد كان هناك مثل هجرة من الشمال، من الولايات الشمالية إليها إلى الطقس الدافي، هجرة من نيويورك، من ماساتشوستس، هذه الولايات الشمالية حيث الطقس هناك برد كثير، وأيضا بسبب أنه ما أتى من بعد كوفيد المواطنون أصبحوا يعملون من المنزل وليس هناك من داعي أن يذهبوا إلى عمل. موقف الإدارة الأمريكية، يعني هي الإدارة الأمريكية عندها مشكلة أنه هم زودوا الأسلاك الشائكة وقرروا أن هم، يعني أنا فاهم أنه من فترة قليلة جايله 300,000، ما هي أرقام كتيرة كمان، والولاية فجأة بقت مكسيكية، يعني الولاية تحولت إلى في أغلبية جاية من دول أمريكا اللاتينية كثيرة يعني. فبرضه هم عندهم حق شوية أنه مش ممكن يتركوا ولايتهم بهذا الشكل. دعني أقول ما نشر بايدن على منصة إكس. قال ببيانه: لفترة طويلة جدا نعلم جميعا أن الحدود قد تم اختراقها، مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع، ولهذا السبب أصدرت تعليماتي قبل شهرين لبدء مفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي، وهذا ما يحصل خلال عمل على مدار الساعة. ولكن طبعا ما يحصل في بين الإدارة، بين البيت الأبيض والكونغرس، كان مثال بحث طويل خلال الأسبوعين الماضيين. هناك محاولة التوصل إلى اتفاق لأمن الحدود مقابل طبعا تقديم الدعم إلى أوكرانيا، ولكن هذا لازال ذلك معلق، خاصة بظل الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس. طبعا بايدن كان قال أن الكونغرس يحتاج إلى توفير التمويل الذي طلبه بأكتوبر الماضي لتأمين الحدود، وطبعا أنه بايدن كان طلب توفير 1,300 عنصر إضافي من حرس الحدود، وأيضا 375 قاضي هجرة و1,600 موظف لجوء، وحتى أكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف المخدرات التي على الحدود. يعني انت عارفه ريتا، الناس في العالم العربي مستنيه الخبر بتاع استقلال تكساس، مش عارف ليه. هل الامور هتصل الى، يعني انت شايفه الموضوع هيتطور ازاي؟ يبقى في حرب اهليه، العالم العربي برضو منتظر حرب اهليه في تكساس، انفصال تكساس وتبقى دوله منفصله ونروح ناخد لها تاشيره لوحدها، ولا الامور لن تصل لهذا الامر؟ طبعا الامور لم تصل لهذا الامر، ولكن الدعوات على منصات التواصل تدعو الى ذلك، ولكن ليس هناك من اي مؤشر. الوضع ما زال فقط توتر بالتصريحات بين المسؤولين، ولكن الوضع نحن امام وضع متوتر جدا، ولكن نحن في سياق سنه انتخابيه، يعني لا من غير المتوقع ان تصل الامور الى حد الانفصال في هذه السنه، خاصة وأنه الكل يتهيأ لعام طويل وغريب بالانتخابات، لم تشهدوا أي انتخابات أمريكية في السابق، لذلك لن يصل الأمر إلى هذا الموضوع طبعا، إلى استقلال عن الولاية، ولكن ربما يذهب إلى مزيد من التصعيد من قبل الجمهوريين على إدارة بايدن، وأيضا يضع ضغوط كبيرة على بايدن نفسه في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه موضوع الهجرة من المواضيع التي يمكن أن تؤثر على الحملة الانتخابية لبايدن، خاصة أكيد. بظل موقف ريتا، احنا شفنا النهاردة رقم خرافي اللي هو التعويض اللي اتحكم بيه للصحفية اللي كان عندها مشكلة مع الرئيس السابق ترامب، 83 مليون دولار، رقم كبير جدا. هو ايه الحكاية؟ التشهير عمل هو شهر بيها، قال عليها ايه علشان تاخد 83 مليون دولار؟ طبعا
تعرض الرئيس الأمريكي لهزيمة قاسية يوم الجمعة عندما أمرته المحكمة بدفع تعويضات قيمتها 83 مليون دولار. طبعا السبب هو التشهير الذي حصل لإيجين كارل التي اتهمت ترامب بأنه اغتصبها في التسعينيات الماضي. التشهير الذي تعرضت له هذه الصحفية قالت أنه أثر على حياتها وعلى سمعتها ولم يعد أحد يقبل بتوظيفها حتى بعد أن حكمت المحكمة لترامب بدفع 5 ملايين دولار لإيجين كارل. استمر ترامب باتهامها أنها لفقت هذه الكذبة وأنه لا يعرفها أبدا، واتهمها حتى بأنها أثرت على حملته الرئاسية وأنها جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض. فهذا هذا الكلام الدعوة القضائية، هذا الكلام يدفع ثمنه الرئيس الأمريكي 83، بس هو طبعا له الحق الاستئناف، احنا عرفنا النهارده انه هيستأنف يعني. نعم صحيح، قال الرئيس ترامب انه سيستأنف واصفا حكم هيئة المحلفين بالسخيف. طبعا ترامب لم يكن ملزم بالحضور او حتى تقديم شهادته، لكن حضر كما يفعل عادة ليحولها لمنصات للترويج لحملته الرئاسية، وقال انه كل جلسة هي بسبب استهداف السياسي له ومنعه طبعا من العودة الى البيت الابيض كما نعرف يعني. ريتا سليمان مراسلة قناة العربية في واشنطن، بشكر حضرتك على وقتك الثمين ودائما مداخلاتك مقدرة من البرنامج جدا، شكرا لك فادي.